السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي وحلقة جديدة على قناة. حلقة النهاردة معانا خبرين مهمين جدا جدا، خبر مهم لنادي الزمالك وخبر مهم لجمهور نادي الأهلي. الأولاني طبعا هنبدأ للأهمية بخبر نادي الزمالك والخاص بجمهور نادي الزمالك ورحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك عن نادي الزمالك رسميا بعد عقد جلسة مع رئيس نادي الزمالك ودفع الشرط الجزائي. وهنقول لكم الاخبار وهنقول لكم ايه اللي حصل وايه اسباب ان كارتيرون مشى. والخبر الثاني الجمهور الاهلي طبعا انتقال اللاعب بدر بنون مدافع نادي الرجاء البيضاوي رسميا للاهلي حسب المواقع وحسب الصحفيين المغاربه، لكن الاهلي ما اكدش ولا نفى الكلام ده، بس ما فيش تاكيد من نادي الاهلي. هنقول الخبرين جوه الحلقه. قبل ما نخش على الحلقه يا ريت تنزل تدعمنا بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وجديد او قديم اخبط اللايك، ما تبقاش بخيل، اللايك الكتير بيفيدنا، وشير للحلقة. وتعالى بقى نتكلم عن الخبرين وهنبدأهم بخبر نادي الزمالك. طبعا يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي رحيل المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون عن تدريب نادي الزمالك. الموضوع للوهلة الاولى قلت يا جماعة ده اكيد يعني ايه، هو حد بيعمل مقلب ولا حد بيقول خبر فيك كده زي الاخبار الفيك اللي بنسمعها اليومين دول عن الاهلي والزمالك؟ لا يا جماعه الموضوع صعب، ده باتريس كارتيرون ازاي يا جماعه، ده الدنيا حلوه في الزمالك وواخد بطولتين مع الزمالك والدنيا جميله ومستمر ومع اللعيبه والدنيا حلوه وبيجيبوا له اللعيبه اللي هو عايزها. قلت لا، لكن بعد نادي الزمالك ما اعلن رسميا على القناه بتاعته استغربت. طب ايه اللي حصل؟ الزمالك اللي حصل، الزمالك اللي مشاه ولا هو اللي مشى؟ لكن هو اللي مشى وهو اللي طلب انه يمشي. وطلع رئيس نادي الزمالك على القناة بتاعته على اليوتيوب وعمل لقاء مع مجلس الادارة بحضور كارتيرون. وكمان مش بس كده، ده رئيس نادي الزمالك قال انا عرضت عليه عرضين عشان يستمر، والراجل قال في المقابلة ان انا واخد القرار ده بقالي فترة بس اخترت الوقت المناسب وانتوا فاضل لكم شهر على افريقيا. يعني برضو احنا اللي بنعمل كده في نفسنا، احنا ك يعني اهلي وزمالك احنا اللي بنعمل كده في نفسنا، احنا اللي بننفخ اللعيبه واحنا اللي بننفخ المدربين وبنعمل للناس قيمه وناس ما تبقاش ليها قيمه وبنعمل لها قيمه. لان انت حضرتك عندك ماتشين افريقيا كمان شهر، انت ازاي دماغك جابتك انك تسيب الفريق في الوقت ده ويدفع الشرط الجزائي؟ يعني رئيس نادي الزمالك بيقول انا اتفاجئت هو جايب لي الشرط الجزائي وخلاص ومقرر، وهو قال انتوا فاضل لكم شهر على ماتشين افريقيا عشان تجيبوا مدرب ويتاقلم مع الفريق. ورئيس نادي الزمالك قال يا جماعه انا عرضت عليه عرضين، عرضت عليه انه يستنى الشهر ده ويلعب بطوله افريقيا يخلص افريقيا ويمشي، يا اما الفلوس اللي جايه له من النادي اللي هو اغراه وهديله نفس المرتب اللي هو لحد ما بيخلص بطولة افريقيا ويستمر معانا. لكن باتريس كارتيرون رفض طبعا الحلين اللي قال لهم رئيس نادي الزمالك ان هو يدفع له الراتب الزيادة، وكمان قال له طب استنى شهر موافقش ودفع الشرط الجزائي. وكارتيرون قال انا مقرر الكلام ده مش من دلوقتي، انا مقرره بقالي فترة بس كان لازم ان انا دلوقتي اعلن عنه واقول لنادي الزمالك عشان يبتدي يدور على مدير فني. رئيس نادي الزمالك نفسه متفاجئ، رئيس نادي الزمالك بيقول لك كان قاعد مع امير مرتضى امبارح وبيقول له يعني مستمر والدنيا تمام، احنا مش عارفين ايه اللي حصل، مين اللي اغراب الفلوس عشان يمشي فجأة كده، ده امبارح الدنيا كانت حلوة النهاردة قال انا عايز امشي، مين اللي اغراه؟ والله يعني انا شامم ريحه، يعني هو في ريحه في الموضوع ان ممكن يكون نادي من السعوديه يا اما بيراميدز، ممكن يكون بيراميدز هو اللي بيفوض كارتيرون وهيديله مرتب كبير، ورئيس نادي الزمالك قال لازم يكون في حد اغراه وشايف الاستقرار والدنيا حلوه معانا فجاه قال انا عايز امشي. وفعلا هي في ريحه بتقول ان هو معروض عليه مبلغ كبير، وغير المبلغ الكبير حد لاعب لعبه ان هو يا بيراميدز بقى يا نادي في السعوديه، وهنشوف في خلال الفتره اللي جايه. لكن الزمالك مش هيقف على مدرب، الزمالك مش هيقف على لعيب، الاهلي مش هيقف على مدرب، الاهلي مش هيقف على لعيب، بس احنا اللي بنعمل للناس قيمه واحنا اللي بنزياده عن اللزوم. الذئب الفرنسي، الاهلي بقى يسموا المدير الفني بتاعهم مش عارف ايه، اللعيب ده نسميه السافل، اللعيب ده نسميه الجليادور، في الاخر
مفيش انتماء، كله انتماء دلوقتي للفلوس، احنا اللي بنعلي من اسهمهم، احنا اللي بنعمل لهم اسم وبنعمل لهم شعبية، وفي الاخر بيجروا على الفلوس. عشان بس ايه الجمهور يبقى فاهم الفترة الجاية تبقى ماشية ازاي، الانتماء ده هيبقى قليل جدا جدا. نيجي للخبر اللي نتكلم عليه للنادي الاهلي، وهو انتقال مدافع الرجاء البيضاوي رسميا حسب مواقع مغربية هي اللي بتقول الكلام ده. وسألت حد من يعني صديق ليا كنت اتعرفت عليه في بطولة افريقيا مغربي شغال في الصحافة هناك، بيأكد لي ان بدري بنون راح الاهلي المصري. انا مش عارف، الاهلي ما اعلنش عن حاجة خالص، لا صحفي هناك ما فيش داعي ذكر اسمه يعني مغربي هو اللي سألته، دخلت له هو صديق على الفيس، ايه يا جماعة هو بدري بنون مضى فعلا للاهلي؟ قال لي اه هو مضى فعلا للاهلي، بس انا مفيش اي خبر، مفيش اي حاجة من النادي الاهلي تؤكد او تنفي الاخبار. طلعت النهاردة فجأة كده لقينا بدري بنون رسميا في الاهلي والمواقع المغربية والصحف المغربية، وعشان اتأكد كلمت زميلي هناك وقال لي اه فعلا بدري بنون رسميا في الاهلي. خبر انا مش انا مستغربه، يعني هو بدري بنون، خلينا نتفق دلوقتي ان بدري بنون مدافع كويس جدا جدا، بما اني كنت بتابع ماتشات الرجاء وبتابع الدوري المغربي شوية عشان كنت بتكلم عنه، فانا شايف ان بدري بنون من اللعيبة المدافعين الهدافين، من المدافعين الجيدين جدا جدا. وان كان انا شايف ان الاهلي عنده 5 اماكن، يعني عندنا دلوقتي علي معلول ده اساسي موجود، موجود عندنا اليو ديانج موجود في نص الملعب، وعندنا اليو بادجي، وعندنا جيرالدو، وعندنا ازارو راجع، وعندنا طبعا موجود جونيور اجايه. الاهلي كده هيجيب بدري بنون، انا مع اختلافي انه لعيب كبير ما عنديش اي مشاكل، بس انا هجيب مدافع واخسر مكان في افريقيا؟ في جمهور من الاهلي يقول لك لا عادي ما فيش مشكله، يبقى عندنا مدافع وباك شمال وعندنا خط نص ومهاجم السوبر ونجيب جناح سوبر، او نجيب جناح ومهاجمين سوبر ونستغنى عن اليو بادجي، ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. لكن هو كلاعب لا، بنون لعيب مدافع بدرجه هداف، يعني مدافع بيعرف يجيب اهداف وبيطلع في ضربات الراس، لا كويس جدا، ومدافع تقيل. يعني الاخوه المغاربه عندي في القناه هم اللي هياكدوا لنا الكلام ده، وانا بقول لكم انه فعلا مدافع كويس، ولو جه الاهلي هيبقى صفقه جيده للاهلي، بس ساعتها بقى مش عارفين جيرالدو اللي هيمشي ولا اجاي هيمشي ولا ازارو اللي هيمشي. ازارو خلاص اللي بكره هينتظم في التدريبات رسميا مع الاهلي، هنشوف الفتره اللي جايه. كلام كان على يوسف البلايلي وكان على ايوب الكعبي، ارتبط اسماء كتيره بالنادي الاهلي الفتره اللي فاتت من اللعيبه، بس المواقع المغربيه والصحفيين المغاربه، وانا سؤالي شخصيا بيقول ان هم بنون فعلا راح للاهلي ووقع للاهلي، ده اللي انا مستغربه، ده اللي انا شايف ان الاهلي لحد النهارده ما قالش حاجه لغايه دلوقتي، من الصبح لبالليل ما فيش اي خبر وما فيش اي حاجه تؤكد ان بنون مضى للاهلي رسميا وانه هينضم بعد بطولة افريقيا. بنون مفيش اختلاف عليه. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. كذا ملكاوي يقول لي رأيك في رحيل كارتينون بالشكل ده، كأهلاوي يقول لي رأيك في صفقة بنون لو تمت. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، لايك وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس، ودمتم في امان الله. سلام.